نبقى بهيدي الفقرة وهلأ منروح لنبيل صلحاني رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني ليخبرنا بدوره عن حصيلة عملياتهم بالساعات الماضية. صباح الخير أستاذ نبيل. صباح الخير، يعطيكم العافية. أنت كمان تفضل. بالنسبة للعمليات اللي قامت فيها عناصر المديرية العامة للدفاع المدني، كان عندنا 8 مهمات لإطفاء الحرائق بمختلف المناطق اللبنانية. كانت متنوعة بين حرائق في منازل، سيارات، ومحلات وكهرباء. كما كان في عندنا 9 مهمات للإسعاف كالتدخل بحوادث السير ونقل للمرضى، ومهمة واحدة للسلامة العامة. يعني ما كان مجموع 18 مهمة خلال 24 ساعة يلي مرقت. مثل كل يوم بنذكر دائما برقم الطوارئ 125 للدفاع المدني يلي موجود دائما لتلقي اي طلب للمساعدة، وان شاء الله ما حدا يعوزه. وشكرا سلام، لكم. ميرسي لك انت كمان، يعطيك الف عافية انت وكل عناصر الدفاع المدني. الى فقرتنا التالية.